حضرتك دايما كنت بتؤكد انه مش مهم الانشاءات، المنشأة الطبية مهم طبعا يبقى لها مكان جيد ومجهز، لكن المهم هو العنصر البشري. لا نستطيع ان نتجاهل ان يكون المنشأ العلاجي يعني له مواصفات قياسية جيدة، فده جانب، لكن ده مش كل شيء. الجانب الانساني مهم او البشري، وليس الاطباء بس، اعضاء التمريض والفنيين والمهندسين في المستشفى معقدة جدا من ناحية في عملية إنشائها، وهكذا دول كلهم، والصيادلة وكل حاجة، دي كلهم كل واحد بيقوم بدور متكامل في الآخر بيؤدي إلى نجاح أو عدم نجاح يعني. لكن طب هذه المنشأة بتقوم بدور طبي، هذا صحيح، هل لها أدوار أخرى يعني دور تعليمي مثلا؟ لها بالإضافة للدور الطبي لها دور بحثي في العلوم، بحثي وتعليمي. أيوة تعليمي. ما خلي بال حضرتك إن إحنا جزء من الجامعة، والجامعة منشأة ليست للتعليم فحسب، ولكنها منشأة لإحياء الفكر والبحث عن طريق البحث العلمي. بل في ناس بتتجاوز كده، وده صحيح، أن التدريس والتعليم يكون من خلال البحث العلمي. وفي أمثلة لدي أن الدكتور لطفي السيد كان رئيسا لجامعة فؤاد الأول، فذهب يوما إلى الجامعة فلم يجد أعضائه تدريس، فسأل هم فين أعضاء التدريس، قالوا خرج الطلبة في مظاهرة فانصرف أعضاء التدريس، فقال الجامعة ليست للتدريس، الجامعة للبحث العلمي يعني بشكل أساسي، للإنارة، للاستنارة، للتطوير، في جانبين، جانب وجداني اللي هي كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجانب عقلي للعلوم الوضعية. يعني حضرتك دلوقتي يعني بتقول إنه الجامعات هي مصدر البحث العلمي بشكل أساسي، هي مصدر البحث العلمي بشكل أساسي.